مليون دولار فقط لا غير كانت تكلفة حفل زواج الملياردير الأمريكي المصري الأصل نايل نصار بجينيفر ابنة الملياردير الشهير بيل غيتس، وذلك قبل أيام بحفل اقتصر فقط على 300 من أصدقاء العروسين. وفق صحيفة ديلي ميل، فقد أقيم حفل زفاف جينيفر ونايل في حقل بمزرعة ضخمة للفروسية اشتراها بيل غيتس بأكثر من 16 مليون دولار أمريكي عام 2018 كهدية لابنته بعد تخرجها من الجامعة، حيث استمر التحضير للحفل لأكثر من أسبوعين. عريس ابنة بيل غيتس هو نايل نصار البالغ من العمر 31 عاماً من أصول مصرية ويحمل الجنسية الأمريكية. ولد نايل عام 1991 في شيكاغو، لكنه عاش طفولته في الكويت مع والديه الأثرياء. فارس ممتاز، حيث فاز بكأس العالم الفروسية عام 2018 فضلاً عن مشاركته في الأولمبياد أكثر من مرة، آخرها في طوكيو 2020، حيث جمعه حب الفروسية بجينيفر غيتس البنت الكبرى للملياردير بيل غيتس التي تعتبر هي الأخرى فارسة بارعة. التقى نايل بجينيفر للمرة الأولى في جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث درس الاقتصاد بينما كانت تدرس علم الأحياء، لكنهما تشاركا شغف الخيل. تكللت علاقة نايل وجينيفر بالزواج في حفل بقصر جينيفر الذي جمع والديها المنفصلين منذ أشهر وقرابة 300 شخص من المقربين.